FM. الكلمة ليك في مصر وإلا في تونس، نحبك تحكي لي علاقة جمهور الأهلي بالجماهير التونسية. لا، علاقة حلوة وعلاقة محترمة مع كل الفرق في تونس. مع كل الفرق. جمهور نادي الأهلي جمهور كبير، بيستقبل أي حد. واحنا طبعا يعني احنا بالنسبه لجمهور الترجي بنعامله معامله كبار. نحكي معاك من قبيله، دي ما تقولي جمهور الترجي، عندكم علاقه خاصه بجمهور الترجي؟ طبعا، عشان الجمهور الوحيد اللي احنا بنحبه. علاقه يعني انا عندي اصدقائي من 18 عام. بركه 18 سنه. من 18 سنه. عم رضا الوحش. رضا الوحش كبير مشجعين الترجي. ده صديقي من 18 عام، ولي اصدقاء من 14 عام و15 عام هنا في تونس، ولي اصدقاء من 8 سنين و9 سنين، اصدقاء كتير. وكمان الناس اللي هي جت في البطوله العربيه والناس اللي هبطت للربع النهائي كلهم صراحه ربنا جه هنا استقبلوني. معناها هنا نشوفوا احلى ضيافه، نشوفوا محمد لهنا اللي هكا محلاها كره القدم. طبعاً الحق والله للسادة المستمعين، ما احلاها كرة القدم وقت اللي يكون عندك ضيف من جمهورية مصر العربية قاعد بعدك في الاستوديو ويحكي لك على استقبال جماهير الترجي، يحكي لك على علاقة تربطه بأخوه العربي، أخوه التونسي من 18 عام. اللي ربطكم ببعضكم في الحلقة هذه هو كرة القدم. هي كرة القدم هي اللي ربطتكم ببعضكم. وليا أصدقاء كتير تونسا برضو ما لهاش علاقة برضو بكرة القدم، على حسب عشان أنا نخدم في بقعة سياحية في مصر. بحكم شغلي ناس كتير بتتعرف علينا واحنا بنتعرف على ناس، وعندي اصدقاء كتير جدا من المغرب، ولي اصدقاء كتير جدا من الجزائر. ودي طبعا علاقات حلوه وعلاقات محترمه، ويا رب يدوم على طول بيننا وبين العرب كلها، عشان الحمد لله ان شاء الله بامر الله انتوا هتوصلوا كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. يعني انت مش كل موجود بتشجع منتخب ان شاء الله؟ طبعا اكيد، علشان هو الارجح دلوقتي حاليا. كاب اف ام، الكلمة ليك.